الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita akan melalui sini rukun yamani. Jemaah muslimat di belakang anda lah seperti rukun yamani ya.